متابعينا اكيد بصباحنا وصلنا الى فقرتنا التالية الى عالم الهاند ميد، ورح نحكي عن حلم صار مشروع كتير حلو كتير مهم وصل لقلوب كتير من الناس، وافكار كتير جديدة وابتكارات بتواكب الموضة. رح نحكي اكثر عن هذا المشروع مع الصبية سارة سكر. صباح الخير سارة، سعد اهلا صباحك يا وسهلا رب، فيكي. سعد صباحكم، يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن مشروعك الخاص بالشمع والصابون، فينا نقول المعطر، لأنه أول ما بلشتي تفردي أغراضك غير الألوان صحت الريحة. والديزاينات المميزة، ريحة كتير جميلة. خلينا نحكي إمتى بلشتي بمشروعك؟ مشروع سينسز انطلق تقريبا من سنتين وشوي، انطلق من فكرة بسيطة كتير بالبيت، عبارة عن إعادة تدوير لشمعة موجودة بالبيت، دوبتها، رجعت استعملتها، ومن هون انطلقت الفكرة. حسيت انه ممكن يطلع معي شيء اكثر واكثر، وممكن اعمل مشروع من هاي التجربة اللي انا بلشت فيها. جبت المواد الأولية، شفت كتير كورسات على النت، شفت يوتيوب، سجلت الملاحظات المهمة، وهيك بلش المشروع. جبت المواد الأولية، بلشت أطبق، وأكيد قطعة عن قطعة كانت تطلع معي النتيجة أحسن وأحسن، وكل مرة حاول أتلافى الأخطاء اللي طلعت معي قبل بمرة، ومن هون أكيد. انطلق المشروع. خلينا نحكي، معنا ديزاينات كتير منوعة، يمكن أكثرها بخص البيبي، وعم نشوف يمكن كتير من المشاريع اليوم عم تكون متوجهة بهذا الاتجاه. شو اللي مختلف يمكن الناس قالت لك بمشروعك ولفتهم أكثر؟ هلا مشروع سينسز دائما عم بيكون متواجد بكل المناسبات، من خطوبه لزواج لسوفينيرات البيبي مثل اللي شايفينه هون معنا بالسله. فالشيء اللي بيميزنا تقريبا هو انه عم نكون متواجدين بكل المناسبات، الروائح الحلوه، الالوان الحلوه، التصاميم الرايقه، يعني هاي الاشياء. تمام، يعني عم نشوف كمان افكار كتيره مثل ما شايفين مع نور، هي افكار بتخص البيبيات حتى في لكي. هاد شو حلو نور، تمام، خلينا نشوفها، خلينا نشوفه. هدول سوفونيرات خاصة بال، ممكن إذا ملونة تكون لخطبة، وفي عنا مثل هيك أبيض وهي تكون للأعراس للزواج. كمان. هون في عنا طباعة حرارية كمان لمناسبات الزواج المختلفة، أو إنه ذكرى الزواج مع اسم الزوجين والتاريخ اللي هن بيطلبوه. طيب خلينا نحكي عن المواد اللي بتشتغلي فيها، المواد اللي بتخص الصابون والمعطرة، لأنه كتير بنشوف يمكن شمع بيقول لك معطر، ما بنشوف هي الريحه القويه هون. من اول ما فتحتي الاغراض قبل ما يعني حسينا بالريحه وشميناها. تمام، هلا المواد هي الصابون الخام والشمع الخام، بالاضافه للالوان الخاصه بكل واحد فيهم، بالاضافه للزيوت العطريه الخاصه. زيوت عطريه بتكون فواحه، بتنحط بنسب معينه، بتطلع هالريحه الحلوه. يعني هي زيوت عطريه خاصه بالشمع او الصابون. يعني عم نشوف هلا ايفنتات كثيره عم يلجأوا لصبايا لحتى يزينوا طاولات، توديع عزوبيه بيبي، يمكن كمان معرفه المولود شو هو. تمام، كثير في كمان ستايلات، والشمع هو سيد الـ اكيد الـ الزينه. خلينا نحكي عن الموضه اللي دارجه السنه، عن الالوان الاكثر مستخدمه، عن نوعيه الشموع يلي ممكن هي تكون مميزه اكثر من غيرها. تمام، هلا الشموع الاكثر هي طلبان كانت ولا زالت هي الشموع المعطره. الكل بيرغب انه تطلع ريحه طيبه من المنتج اللي بده ياخده. اكثر شيء هلا مركزين على موضوع السوفونيرات البيبي مثل ما قلنا، سوفونيرات الخطبه او الاعراس. في عندنا هي الفساتين مثلا، بتنحط بعلبه حلوه شفافه، بالاضافه لانه عم نحاول نتميز بديتيلز اكثر، انه عم نصمم تيكت مثلا مثل تاج او ليبل بيكون مربوط على الريبون تبع الشريطه، كمان فيه هيك عباره لطيفه واسم الزوجين كمان والتاريخ، بالاضافه للالوان هاي الحلوه الرايقه. وهذا اللي كنت بدي اسالك عنه، التفاصيل، يعني لما عم نحكي عن قطع مشغوله واشكال مختلفه وجديده، كيف بتعتمدي هي القوالب والاشكال الافكار؟ يعني اكيد لك جزء كثير كبير بابتكارها، بس كمان الناس يمكن بتشاركك افكارها وبتقول لك هي شو بتحب وحابه، كل واحد يكون عنده يمكن شيء خاص بيميز المناسبه اللي بتعني له.
صح. هلا مثل ما ذكرت بالبداية إنه المشروع بلش بشيء كتير بسيط، بلش بدون أي قوالب، أي شيء من البيت، من مطبخ البيت، عبارة عن كاسة صبيت فيها وبلشت جرب، عمل تجاربي، بعدين بلشت تضيف لمسات. لما بلشت بلشت بخطوات تانية، صرت تجيب قوالب. هلا القوالب صعب تتوفر بالبلد، أحيانا نضطر نوصي عليها من برا، ففي أشكال بدها قوالب حصران، وفي أشكال لا بدها لمسة خاصة. فينا مثل في عنا هون شمعة البن مثلا، هي ريحتها كتير حلوة. في هون القوالب هون شو بتكون؟ هون ما في قوالب، هون لمسة خاصة إنه هون عود قرفة مع الريحة الطيبة. هون مثلا بكاسات إزاز الورد الجوري. طيب أول مرة شافت الناس شغلك، فينا نقول كيف كان تفاعلهم، ردة تفاعلهم؟ لأنه مع بداية أي مشروع أكيد في يمكن عقبات وقصص، أكيد، وكثير من المشاكل يمكن بتواجهك لتقدري تتخطي وتبلشي بمشروعك الخاص. أكيد. هلأ مثل ما ذكرت، أول منتج ما كان كتير عاطيني هاي النتيجة الرائعة، بس ضليت جرب 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 لحتى طلع معي، وصلت لهي النتيجة. عملت صفحة على الفيسبوك وعلى الإنستغرام، سمينا المشروع سنسز مثل ما ذكرت. بلشت أعرض منتجاتي، لا أصدق كتير حلو، بلشت الناس تطلب ويزيد الطلب أكتر، وبلشت تطور وزيد عدد المنتجات. الناس كتير بتحب وكتير عم تتشكر، يعني بدقولي بحاكوني إنه كتير حلوة الريحة، كتير حلوة الألوان، رايقة، والتصميم كتير حلو. الناس مثل ما قلتي إنه كمان بيكون في بالي أنا فكرة معينة، بس إنه تجي مثلا بتقلي، بيقول الشخص انه طب فيني اعملها بهي الطريقه، فيني اطبع عليها هيك، ضيف هذا اللون مثلا او هيك. فالناس هي كمان لما بتطلب فهي بتوحي لي كمان بافكار جديده ممكن انا اطبقها على ارض الواقع. تمام، وابتكارات جديده مثل ما قلتي. ساره، يعني عم نحكي عن اشكال والوان من الشمع. اليوم بنشوف كثير من الصبايا حابين يتعلموا هي الاشكال والالوان، هي سهله التعلم؟ اذا حدا اجى لعند ساره سالها كيف حابين نعمل دوره، لوين بتنصحيهم يروحوا؟ يعني في كثير اشخاص ببلشوا بالبيت بس بعد شوي بملوا لانه نفس القالب، ما في اضافات جديده لانه ما كثير بيفهموا بالشمع او بيعرفوا فيه. خلينا نحكي عن خطوات بتقدر هيك توديهم لهال المشروع الحلو وهال يمكن الشموع المتنوعة والحلوة. تمام. أول ما بلشت أنا بالمشروع بلشت من سنتين وشوي مثل ما قلت، بلشت بالبيت، كنا عم نعاني كلنا من ظروف الإغلاق والحظر بسبب كورونا. صحيح. ففتحت على النت، وللأسف ما كان فيني أعمل أي كورسات طبقها على أرض الواقع غير إنه أنا أفتح نت وشوف فيديوهات وطبق. فالقصة هلا هي اكيد ما انا سهلة كتير، بس بدها كتير اجتهاد، بدها كتير متابعة، بدها تكون كتير حابب من جوا، ما ييأس ابدا. كتير بشجع اي حدا في بباله اي فكرة. الشغل الهاند ميد كتير حلو، بيعطي طاقة ايجابية كتير حلوة. فانا كمان موجودة طول الوقت، يعني عم دار 24 ساعة موجودة انا على الفيسبوك، انه بجاوب بحاول اذا انا يعني عندي الوقت على اي سؤال، وكتير بشجع لهذا الشيء. حكيتي نقطة كتير مهمة، يعني أي مشروع بيبلش وحابب الشخص فعلا يشتغل فيه بده اجتهاد وتعب كتير كبير. ونحن بنعرف اليوم التسويق هي من أهم الخطوات يمكن لنقول نجاح أي مشروع لأي شخص حابب يكون عنده مشروع الخاص. خلينا نحكي عن السوشيال ميديا اليوم، قديش كان إلى دور كتير كبير للتسويق لهيدا المنتج، لأنه عم نشوف بالهاند ميد فيه تنوع جدا جدا كبير عند الصبايا، وعم نشوف كثير من الناس عم تروح بهذا الاتجاه. صح، ما شاء الله مشاريع كثيره للصبايا وكلها. صحيح. عم تكون هاند ميد وكثير حلوه. اكيد بدون السوشيال ميديا ما في، يعني حياتنا صايره هلا كلها اونلاين وهيك، فالصفحات كثير ساعدت، وما في يعني هي الوسيله الوحيده اللي انه الشخص بشوف فيها المنتج وبيطلبه. فكتير ساعدني هذا الموضوع، من لما عملت الفيسبوك والإنستغرام صارت كل الطلبات عن طريق الصفحة، فهي هي كانت أول طريقة للتسويق بلشت فيها. تمام. وأكيد في بازارات كتيرة شاركتي فيها يا سارة، وكيف وصلتي؟ يعني نحن دائما هيك أول بداية أي مشروع، أي شغف موجود عند الصبايا، دائما بنحب هيك نوصل هي الفكرة، نوصل هي التجربة لكل الناس. كيف تواصلتي مع
يعني المعارض فكرت. مع تمام يعني هيك شاركت بهالبازارات بكل المناسبات. تمام، هلا مشاركتي للاسف كانت شوي قليله بالبازارات والمعارض، اكيد بطمح لقدام انه تكون مشاركتي اوسع ان شاء الله سبب ظروف. لا بس هي فعلا في لها تجربه ونكهه خاصه، بتشوفي الناس بتلتقي فيهم على ارض الواقع، انه فيس تو فيس بتشوفي الناس كيف حابك، بتشوفي الرياكشن تبعهم انه كيف كثير حابين القطع والالوان. اول بازار لما شافت الناس شغلك على ارض الواقع كثير حبت كثير كثير، وانا كثير كنت مبسوطه. هلا انا كان عم بيوصلني شيء من خلال لما العالم بالفيسبوك على وجهها فعلاً. لما تعطيكي هي السعاده بتكون مختلفه. تماما كثير مبسوطه، ونقلوا لي هي الطاقه الايجابيه والشعور الحلو لما اشوفهم انه هن قد ايه مبسوطين بالقطع وبالروائح والالوان. فاول بازار شاركت فيه كثير لصدى حلو، وضلت الناس حتى تسال لبعدين انه طاوله سينسز وين، انه بدنا نشوف المنتجات وكذا. تمام. يعني ساره دائما المصداقيه هي اهم شيء يمكن باي شيء، دائما بنوصي تواصي عن النت، صارت مع الكل بيوصلوا بغير كواليتي، بيوصلوا بغير ستايل، يعني ما في حدا مننا ما مارق بتجربه الاونلاين ويمكن مصدوم بالنتيجه. صح. خلينا نحكي اليوم قديش مهمه المصداقيه، قد ايه مهمه الكواليتي، قد ايه مهمه يمكن يكون سعره ايضا مناسب للوضع يلي كلنا عم نمرق فيه. اكيد كلها يعني كلياتنا بنطمح انه تكون منتجاتنا باسعار بتناسب الكل. بالنسبه للمصداقيه اكيد هذا اهم شيء بالموضوع. مثل ما قلت موضوع البازارات والمعارض كمان بيساهم بهذا الشيء، انه بيجي الشخص بيشوف القطعه على ارض الواقع. كثير ناس بيحاكوني انه طب هي صوره واقع ولا من النت، انه معلي ما تزعلي مني بس انا وصيت على هاي القطعه فطلعت هيك وطلعت هيك. فالحمد لله اكيد ولا مره صارت معنا، مثل ما شايفين يعني المنتجات قدامنا مثل الصور واحلى. طيب قديش تاخذوا يمكن الاسعار بعين الاعتبار اليوم ضمن الظروف الاقتصاديه الصعبه؟ ونحن عم نحكي مثلا، انت عم تحكي عن قوالب مثلا منا موجوده بيتم استيرادها بتحاولي تامنيها، واساسا الهاند ميد مكلف لانه هو شغل الايد وفي تعب وفي مجهود كثير كبير. صح، مشاريع الهاند ميد بدها كثير مواد، مواد خام، وبدها اكسسوارات كثير، ومثل ما ذكرت موضوع القوالب عم يكون مكلف جدا بسبب انه عم بنجيبه من برا. المواد الاوليه حتى ذاتها عم ترتفع اسعارها، من الالوان للزيوت العطريه للامبلاجات والعلب لكل شيء من اصغر تفصيل لاكبره. بس مع هيك عم نحاول انه نضل شوي محافظين على سعر القطعه انه يكون تقريبا بيناسب. خلال دائره الربح يمكن هون باللعب القصص، انه مثلا في ناس بتلاقيها بتحاول تربح بالقطعه 200% او 100%. صح. هون بيكون صح، هو بده يكون يعني على حسب انه منطق الشخص هو معتمد اسلوب انه قد ايه بده يربح بالقطعه. تمام. ساره ايضا كمان خلينا نضوي على نقطه كثير مهمه، دائما بنجيب الشمع بنصمده ما بنعرف كيف بنمسحه بالغبره، يعني في كثير مثلا هيك اللي الاستيكرات الحراريه احيانا بجوز تاثر، احيانا هيك شايفين هيك شويه بايتات كمان بجوز يروحوا. صح. خلينا نحكي كيف طريقه تنظيف الشمع. تمام. يلي هو اكيد سوفينير وذكرى عم تضل من شخص كثير عزيز، فلازم نحن نحافظ عليها. تمام. هلا في قطع كثير ناس بياخذوها بيقولوا لي انه انا مالي قلب اشعلها، ما بدي اشعلها، بدي اخليها للذكرى. هلا مثل هيك قطع اللي هي مطبوعه طباعه حراريه، لا انا بالعكس يعني بشجع الشخص انه هو يشعلها لانه كل شيء مدروس. مثلا هي الطباعه ما بتروح، وحتى هون عندنا تبعيه البيبي هي الطباعه ما بتروح ابدا ثابته لانه هي دابت واندمجت مع الشمع ذاتها. يعني اثناء هي اوريدي حراريه وقت كانت الشمع سخنه. تمام، يعني هي الرسمه ابدا ما بتوقع ولا بتروح، فعادي فيه ياخذ راحته ويشعلها قد ما بده. وكل الامور مدروسه، يعني قطر الشمعه مدروس مع قياس الفتيل، فهي شمعه بتاكل حالها من جوا بتذوب بدون ما تاثر على الرسمه الخارجيه. بالنسبة للقطع اللي مثلا في ناس بتحب انه مشان ما ينضرب منظره، مثل هون في عنا هذا الاسم بالورد الجوري، هون هذا كمان فيه قاعدة شمع منه، فيه يعني كله شمع. الناس بتخاف تشعله انه هذا مثلا بده ينضرب انه ما يعود يبين الحرف او هيك. اوكي هي فيها تصمده، بس مثل ما ذكرنا للأسف انه هو الشمع كتير بغب غبرة. صحيح. فكل القطع بتكون بعلب شفافة فينا نحافظ عليها بالعلب نفسها. إذا حابين نطلعها نحن من العلبة نهتم فيها ونحطها بمكان ما كتير بتوصل له الغبار، وما بده شيء بس بقطعة قطن ناعمة إنه ممكن ننظفه.
طيب خلينا نحكي لوين بتطمحي توصلي بمشروعك؟ سارة انت بنت صغيره مبلشه بمشروع مليان حب وتفاصيل وشغل كثير حلو، لوين تطمحي لقدام؟ وين يكون مشروعك؟ اكيد بطمح للاحتراف اكثر واكثر، بتمنى مع الايام يكون في عندي محل خاص فيني للكاندلز والسوب شمع والصابون اللي انا عم بعمله. مثل ما قلت بتمنى دائما انه اوصل للاحتراف، اقدم قطعه بترضي الكل، ويكون عندي محلي الخاص اكيد. نحن اكيد بنتمنى انه مو بس على الصعيد المحلي، على الصعيد العالمي ان شاء الله. تكون شهرتك يا ساره بتستحق، يعني كثير حلو شغلك، واكيد نحن فخورين بالرتابه والتقانه والشغل الحلو. شكرا كثير لك حبيبتي. شكرا كثير لك. بالنهايه حابه اشكر شكر خاص لزوجي لانه هو كان الداعم الاول ولا زال لهالمشروع، وشكرا لاي حدا اعطاني طاقه ايجابيه باي كلمه حلوه، وشكرا كثير لاستضافتكم الحلوه. اكيد بدنا نشكرك ساره سكر على وجودك، بتمنى لك التوفيق. انت شكرا لك. صبيه صغيره عندك مشروع جدا جميل، ان شاء الله بنطمح فعلا يوصل عالميا وعربيا على اكبر نطاق. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك.